محمد شوقي بيسجل مع القنوات، هو قام بيسجل بعد الفيلم مش دلوقتي. الناس كلها ملمومة حواليه عشان يصوروا معاه، زي ما احنا شايفين الشاوي داخل القاعة الخاصة لعرض الفيلم دلوقتي، وتلقى التهاني والمباركات من أصدقائه وأبطال المعرض. هو واقف وراحنا في الشارع عشان يتحط الصورة العسكرية. Para que se sienta